الشاطرة هي البنت اللي بتطلع من الجامعة بعريس وشهادة. العريس قبل الشهادة. أنا اللي عم بكتشفه طبعاً، وأنا فخورة إنه أنا خريجة الجامعة الأردنية، بأنه معظم الكابلز اللي هون كانوا بالجامعة الأردنية وتعرفوا على بعض بالجامعة الأردنية وحبوا بعض بالجامعة الأردنية. هلأ إحنا بسكوير التجارة كنا، اللي هون كانوا بالصيدلة، لقبتوا بعض بالصيدلة. آه. نشنتي عليه أنت صح؟ يعني إحنا التنين نشننا. أنتوا التنين نشنتوا. بس أنا اللي حبيته شغلة طبعاً أبي وميس، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. أنت دكتور صيدلاني، المفروض الدكتور الصيدلي يخلص بخمس سنين. ست سنين. قامت شو عملتي انت؟ شو قلتي له؟ قلت له انه لازم تخلص بخمس سنين، او يعني ما بقدر استناك طول فتره الست سنين لانه انا بخلص باربعه ونص. عملت زي البنت اللي بتكون لها بتعرف واحد سنه مثلا، هو مش قابل يجي يخطب، بتقول له حبيبي اجاني عريس، البس اللي برجلك والحقني. البس اللي برجلك والحقني. والله ما لحقتش قليلة. بس شطورة، بيعجبوني أنا البنات الشاطرين. أهلا وسهلا بريم ومحمد، شو أخباركم؟ تمام. رايقين أنتوا، هادين كيف؟ صح؟ بس أولها. بس أولها. شفت؟ أحلاكم. شفتي أنا على فكرة، هو شفت أنا شفتي. طيب أهلا وسهلا فيكم جميعا. طبعا برنامجنا هيك سلس، يعني عندنا مجموعة من الأسئلة نشوف قديش أنتوا بتعرفوا عن بعض. حلو؟ بدنا الشباب لو سمحتوا تغادروا إلى خارج الاستوديو. الصبايا معانا بالاستوديو والشبيبه طلعوا برا. اوكي نبدا مع الست ريم. مش تعرفتوا مع بعض؟ تعرفتوا على بعض بالجامعه؟ مين اكثر وحده كانت بالجامعه بتحاول تظبطه وتتكهكه معه وانت ما يعجبك الموضوع من زميلاته اللي حواليه، تحسيها عينها عليه بدها تقنصه؟ هذا السؤال لنا التنتين سوا. استني انت فكري فيه. جايتك يا لهوي، جايتك بالحديث يا لهوي. يا لهوي يا لهوي يا هي. وحده كانت تستفزك. هلا بدك اياها كاسم؟ هلا بعرف وحده بس مش متذكره اسمها، مستحيل لان انا ما كنت كثير صحبه معها. حلوه؟ لا بصراحه. اكيد رح تقولي لا. كيف مواصفاتها؟ اعطيني. طويله. نعم. حسيتها مسافة. لا راحت الكاميرا. قال طويلة. أشوف وقفي. لا ما هي ما وقفي. لا لا شو والله شفتي وقفي أشوف. طويلة ما هي. طيب أنا قصيرة عشان هيك شرح أكل هالطوال. طيب طويلة غيره. شعرها كستنائي. الطرموش اسمها نادية الزعبي. لا لا لا. شعرها غامق، بني غامق، بس هي طويلة بقول لك، ويعني نحيفة كمان هيك. شوفي اسم المواصفات رح أعطيك إياها، مواصفات واحدة حلوة. بس هي عن جد كفاس ما كانت حلوة. كفاس؟ ملامحها مش لطيفة؟ لا. ناصحة ولا ضعيفة؟ لا ناصحة ولا نحيفة. أنا متأكدة إنها نحيفة ومودلز، بس أنتوا بتغاروا. طيب هو كان يعطيها عين؟ لا هو كان صحبة معها بس، يعني فريندز من قبل ما يعرفني أصلاً. جست فريندز. ايوه كانوا جست فريندز بالضبط. وبعدين خلص بعدين يعني. انت طبعا شكمتيه الشكمه العجيبه بطريقه مش مباشره، مش عشان مباشرة. ما ابين انه انا معاها بدي اشيل املك. هلا بنسال محمد صايع على مواصفاتها بنشوف شو وضعها. طيب السؤال الثاني، لامتى مسموح تضلي برا البيت يا ريمو؟ يعني خلينا نحكي للعشرة. أنا أبوي كان لما نتأخر أنا ونوف. أبوي كان لما نتأخر أنا ونوف يبعث لي نادية نقطة، أعرف إنه الأمور ولعت. أروح دوري ما أفكر. غريبة. كم مرة بترني على أمه حماتك الحلوة تطمني عليها بالأسبوع بدون مجاملات؟ هلا أحكي لك كيف. هلا أنا برن عليها. لا كم مرة أعطيني رقم؟ لا ما بدي أحكي لك. هلا أنا كل يوم برن عليها. عليها. لان انا بحط ابني عندها بقطع الشباك. في لوكه هذا لنفرض ابنك مش عندها، لنفرض عمتك دي مش متجوزه. بدي احكي لك احنا كل يوم كمان بنروح عندهم لانه بيتي كثير قريب عليهم وانا كثير صحبه معهم وكثير بحبهم صراحه حبيبتي، فيعني كل يوم لازم انه اروح. شفتي لو انك طويله شوي. كان ارسال كان حبيبتي اكثر. بس وهذا بس مشكلتك. طيب خفتي انت من اول سؤال؟ خفت. انا مش خفت لان كثير قعدت افكر. وحده تحوم حواليه بالجامعة، بعدين هو حليوه وعيون. شلون عيونه دخلت؟ خضر. يس. شو وضعه؟ هلا احكي لك شو القصه. وحده كانت تفرسك فرس بس تشوفيها. اقول لك شو القصه. هلا ما كنت الاقي هاي الحدا اللي تفرسني، بس وين المشكله؟ انه انا تخرجت قبله من الجامعه بنص سنه. فخفتي انت قلتي هلا بس رح اقوم رح لحالي. انا كنت مطمنه قلت ما شفت اللي يعني بالاربع سنين ونص ما شفت شيء. بعدين وين بينت القصه؟ بدفتر التخريج. دفتر التخرج. صورهم.
لا يا ريت صور. إيه هلا اول صفحه على الدفتر صورته. فقامت البنت كاتبه له على قفل الصوره ايش انه هي بتحبه وهي كثير معجبه فيه، وعمدا كتبت على هاي الصفحه عشان ما يمزعها لانها صورته على الدفتر فبيخرب الدفتر. شوفوا مأوى النسوان. بس انا ما بعرفها ولا جوزي بيعرفها. هلا هو قال لك انه ما بيعرفها نسيني هذا البارت ولا جوزي بيعرفها نسي. انت ما بتعرفيها ولا عمرك شفتيها ولا عمرها يعني ولا عمري لمحتها. طيب يلا لمتى مسموح تضلك برا البيت؟ ما في ولا مره اللي ساعه معينه، وبطبيعه شغلي اوقات بضطر كثير اتاخر بميتينجز مسائيه، فما في يعني ما في وقت، ممكن 11 ممكن 12. كم مره بترني على امه تطمني عليها بالاسبوع؟ برن مثلا مره بالاسبوع. يعني الجواب مره بالاسبوع بترني مرة عليها، والباقي كله الباقي واتساب. جمعه مباركه وصباح الخير هاي السوالف بالليل. طيب بتقول له بعد جود نايت؟ لا سليب تايت. تغطي الليل حماتي لا تجيك الورديه. دخلوني يا الشباب. أستاذ محمد خرفان 28 سنة بنك القاهرة عمان، شو أخبارك؟ تمام. يا محمد شو السؤال الأول كان؟ زميلة إلك بالجامعة كانت تحوم حواليك. نفس السؤال إلك. يا ريت ما تتحدث. هلا حماتك تبعت لي صباح الورد. افهم علي محمد. واحدة كانت تحوم حواليك قال مو كتير حلوة طويلة، أعطيني اسمها، كانت تستفزها وهي بالعقل بس أنت وياها ارتبطتوا، قالت لك إذا بلمحك تحكي مع فلانة ما تلوم إلا حالك. ما أعطت اسمها مش متذكرة لأني. طب يا ريت أنك ما تبرمي. خلاص أوكي. نور. تذكر اسمها. ما شاء الله. طب دقيقة شوي. ما شاء الله نور شو مواصفاتها؟ وانت اذا بتطلع عليه وبتجحري لا تلومي الا حالك. انت طلعت واحده ثانيه مشكله. هاي انا قلت في 50. اعطيني مواصفات نور. فيش مواصفات مميزه يعني. اوف. مواصفات عاديه جدا. طويله؟ لا يا حبيب واحده ثانيه. هاي طويله. مين هذيك يا خرفان؟ هي مخربطه. هي مخربطة. ونور كانت تحوم حواليك وانت ما عطيتها ري. المهم احنا بالنهاية شو؟ معي هاشم. هي آلة طويلة نور قصيرة. أوكي. السؤال الثاني، لأي ساعة ريم مسموح تضل برا البيت؟ جحرته. انت شو قلتي جوابك؟ نسيت. 9:30. صح 9:30. طيب يلا روح. طيب السؤال الثالث، قديش ريم بترن على أمك خلال الأسبوع تطمن عليها؟ يعني كل يوم مرة. يا سيدي الله يديم المحبة. بس نور إذا بتعمل له آد بعملها أكسب عشان تكوني بالصورة. وبي نفس الأسئلة سيدي. أول سؤال، أكثر واحدة من زميلاتك كانت تستفزها مين؟ بالجامعة. ما في. شو ما في؟ كتاب التخريج الدفتر. بس انا ما عرفتش مين الكتب اصلا. ضهري شو كان المكتوب؟ شو كان المكتوب؟ راح استناك. كلام انت بتطلع لك اربعه، انت فاهم صح؟ اوكي اربعه. كم دار عمل اي برنامج سيف بالذات ضمن الدين اربعه صح؟ بس برا الدين اكثر بيطلع لي صح؟ شرعا بيطلع لك اربعه. لا لا خلي لك ميوس القمر. هاي خمسه. هاي خمسه. راح استناك. خليك استني يا اختي. طيب السؤال الثاني، لايمتى مسموح ميس تضل خارج المنزل؟ زي ما بدها. الله يا عمي الله يكثر من امثالك يا ابي. وهلا مش وجهت له تحيه انه بدعم شغل انت؟ شو شو بتهز اللي ما انت كنت برا؟ مش وجهت له تحيه؟ والله وانت هي بغيابك. السؤال الاخير، كم مرة بترن ميس على الست الوالدة تطمن عليها بالأسبوع؟ غير صباح الجمعة ومساء السبت وظهر الخميس، يعني أعطيني رن تليفون، ألو مرحبا خالتي شو أخبارك؟ شو عملتي؟ شو سويتي؟ بتقولي لها خالته ولا آنتي؟ خالته. خالته. شو؟ صراحة أنا ما بعرف تمام، ما عمري سألتها، بس أي ثينك إنه on weekly basis. يعني انت ليش بتحكي معي بلغه الصيدلة؟ يعني مره بالاسبوع قبل الاكل ولا بعده؟ قبل الاكل عشان نسال متى الاكل بيجي عشان عند اللزوم. عند اللزوم. عند اللزوم. طيب اجابه صحيحه. البنات انقشعوا، بدي اعرف لك سلافه نور. روحي ضروري. يلا
الشباب بالاستوديو والصبايا وين؟ برا. خذوا راحتكم على الاخر. على الاخر ابو حميد، اكثر كلمه مرتك بتحكيها بالانجليزي مثلا؟ ركز انت، فكر اكزاكتلي. مثلا يس ونو، يعني بيسكلي. قولوا انتم كثير بتتفلسفوا انت وياها مبين. اه ففكر باكثر اكثر. لازم يعني خلينا نحكي اكزاكتلي. اسمعوا، هذاك اليوم وحده بتقول لي اكزاكتلي اكزاكتلي، يعني اه اكزاكتلي. تقول اكثر شيء اكزاكتلي. بتساهم براتبها في البيت؟ نعم. الله عليك. الله. والله عليها. الله الله. تتحاسبوا اخر النهار؟ لا. احلف. لا. ما بتقول لك جبت مثلا انا كيس برتقال؟ لا لا، هات ليرتين البركه هيك. هي. على السبهله. على السبهله. والله انا بحترم الست اللي بتساهم، بس انت لا تستغل هذا الموضوع، حرام. خليها تشتري مكياج تمكياج. لما تروحوا على الاعراس انت بتهز بكتافك ولا بتنزل دبكه؟ لا، اكتاف وتزقيف، شوية تزقيف. كتاف كيف يعني، هيك ولا لقدام؟ لا هيك، ما هيك. ايوه هيك. انت كيف ترقص؟ الله عليك يا خرفان. تعال لي قليل. اكثر كلمه يا ابي مدامتك تحكيها بالانجليزي؟ ما عمري انتبهت صراحه. يا زلمه خلصني. ما بعرف كيف. هيو قال لك اكزاكتلي. هي راح تجاوب انه ما في. واذا جاوبت اقسم بالله بربحهم وبنهي الفقره. موافق. احلف. والله. دين شاهدين قال انها راح تقول انه ما في. طبعا. اذا قالت كلمه بننهي البرنامج هون. لا بدنا نعبي بقيه الهواء. طيب بتساهم راتبها في البيت؟ يس. شكلهم النسوان اللي بصرخوا بالاعراس. لا، رأس. ما بدبك انا. رأس خصير؟ لا لا، مش حلوه صيدلاني يا دكتور. عندك كل الاكل. لا لا، رأس. طيب دخلوا لي هالبنات اشوف شو بدي اعمل. يلا ابي. ليش هيك شاكه فيك ابي؟ شايفه شايف. شايفه. راقب لي يا خرفان. اكثر كلمه يا ريم تحكيها بالانجليزي؟ seriously. يا ريت اليوم seriously. لا غلط. لا غلط. هو قال exactly. فانت ما فيك تربحي. بس انا بقول seriously كثير. seriously. اه انا seriously. ما بتعرف شو نور. شو اكثر كلمه بتحكيها بالانجليزي؟ I love you. I love you. قلت لي عبد. I love you. بتساهمي براتبك بالبيت؟ الله عليكي. عاد هو قال ما بتساهم. برافو. بالاعراس كيف جوزك برقص؟ بهز كتاف ولا بدبك؟ لا بدبك. ولا جاب لنا سيره بسبحه وهيك وبكون هو قائد الفرقه؟ لا مش هيك. آه. بس يعني بنزل بطلع هيك. بنزل بطلع. ولا جبت لنا السيره تدبك نزل وما هقيتها منك. انا بدبك. يما هلا 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 الدبك. يا شباب الدبك. اسكت يا خرفان. مايس. اكثر كلمه بتحكيها باللغه الانجليزيه؟ يس. خلصت الحلقه. ليش؟ يلا هز كتاب خرفان. دبك دبك بتقول لك. هلا بتحكي لك القصه. بقول له شو اكثر كلمه بتحكيها بالانجليزي؟ ليه غلط؟ لانه ما حكى. ليش ما حكيت؟ ما في يعني كلمه ماي. كيف يس؟ طول نهارها بتقول يس. هلا السؤال يس. يس يس ونو. طيب ما هي كلمه انجليزيه. شو يا خي فارسيه؟ كلمه مميزه فلسفيه. هلا مو صار ابي غلط يعني غلط. بس انا رح اعطيك فرصه نكمل هاي. لا بس كيف بدك تكمل البرنامج؟ صحيح. شو عندنا كابل ستا؟ لا هيك صفات. انا ما عندي. وصلوا دخليني اياهم. ليه هم شو ذنبي؟ صح اقنعتني. جيبوا لي الشاب. جيبوا لي المخ ابو الليل. تعال طيب بتساهمي براتبك بالبيت؟ يس. الله عليك. هيا هيا يس. شفت شلون؟ بالاعراس كيف بيرقص جوزك؟ بهز ايدين وكتاب كله رقص يعني. صح. وديسكو هيك. وديسكو. حلو. طيب حلو؟ الله عليكم. يس يس. ريم محمد جابوا 15 نقطة.
ميسو وباي 25 نقطة، ولكن لسه في فرصة إنه إحنا نضبط النتيجة. استنونا بالفقرة القادمة. Seriously. Yes. وصلنا هلأ لفقرة أنا شخصياً بموت فيها. ليش؟ لأنه فيها إحراج، ولكن إحنا طبعاً منراعي ومنقدر بأنه في خصوصية بالحياة، يعني إحنا كمان مش برنامج خراب ببيوت زي ما أنتم شايفين. أبداً. يس. ففي هون يعني مجموعة مأكولات غريبة نوعاً ما، ولكن تتاكل، يعني ممكن أنه تنقذ نفسك وتاكل منها. عندك هون يا سيدي العزيز كيك مع تشاينيز، عندك هون يا أستاذ محمد بنانز مع كاتشبز مع ماسترد، عندك هون تونة مع أورنج جوس، عندك هون كفتة مع سردين، هون إشي حار جداً مع بسكوت، هون عندك زيت التونة. إذا حاب إنك يعني أول واحدة السردين. أول واحدة شو؟ أول واحدة السردين. مزبوط. أبي يا شباب سمع هوس، لو حكت معك حبيبتك القديمة قبل ما يسحنا عم نقول وحكت لك يا أبي أنا لساتني على العهد، تحكي لها وبتشرح لها وضعك وبتبرر لها، أو بتروح بتشوفها وبتشرح لها وجها لوجه؟ يعني على التليفون ولا فيس تو فيس؟ فيس تو فيس. إحنا طب انت حولتني ليش فيس تو فيس؟ بفكر. جواب جريء. جواب جريء بس ما له تفسير، تفضل. اول اشي كانت حبيبتي بيوم من الايام. اوف هو مش فاهم السؤال. اسكت يا ميس. والله مش فاهم السؤال. لا فاهم السؤال. مش هو في حبيبه او لا. انت سؤالك فرضتي سيناريو معين. وانا شو بتصرف؟ حبيبتك القديمه وانت هلا بوضعك تمام متجوز، واذا ما في عندي حبيبه قديمه يا اخي انا بعطيك سيناريو. لا بروح فيس تو فيس وانت متجوز. يس. بس شو بده ينحكى فيس تو فيس؟ يعني بدي اشرح لها الوضع الموجود. طب ليش تشوفها؟ ليش مش على التليفون؟ يعني ما راح. ويا سيدي عمرين اهلها لا اقتنعت. لا طبعا شو هو. لا يا ميس تدخل مش عارفه هو بده. يا اخيتي والله الزلمه غريب، انه ساعه بحب فيها وحقد وضعها. انا بفضل صراحه انه تكون الكوميونيكيشن فيس تو فيس. طب هذا السؤال الثاني بدي ازنقه فيه الزنقه العجيبه. انتوا ساكنين بعماره صح؟ نحن مين احلى، جارتك الباب بالباب ولا جارتك اللي فوق؟ كمان هاي بدك تشوفها فيس تو فيس عشان تتذكر. باب. لا الفوق. فوق احلى من الباب. بالباب والله جوزها لو يسمع اقسم بالله لا يصير فيها شو اللي فوق حلوه. لا ميس اقسم بالله انت نايمه عودان. مش عندها جاره فوق. مش عندها جاره فوق. ما في جاره فوق. لا عاد شو العماره المهجوره فيها شباب كلهم تحت احنا على انت لازم سالتي ولا بس لا والله ذكي. خلص رح اوري له اياها. روح يا ابي هي سكروا هدول. انقذيني يا حنين. محمد بشوفك خفت يا محمد. شوف السؤال هذا لنج اول مره بساله بالبرنامج. حسنا هيك ظابط لك لابسك لبس. بعرف بس انه تخويت. اذا برجع فيك الزمن بتضل عزابي ولا بتتجوز وحده ثانيه؟ ترارن 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 ترارن. قوي هذا. قوي. قولي مش قوي. انت ابوس ايدك هتهز. جواب دبلوماسي خلينا. لا ما فيش. شو دبلوماسي؟ فيش يا هيك يا هيك. فيش. لا بتجوز. واحدة ثانية؟ لا حكيت يا بتضل عزابي او بتتجوز. يا ريت انكم تركزوا بهالاسئلة يعني بحل صوتي. يا بتضل عزابي يا بتتجوز حدا ثاني. اوكي. انت تعال تعال. تعال تفضل. عجبني السؤال صراحة. لا اول على اخر بتجوز يعني وحده ثانيه. يلا تجديد. تغيير. طيب وصلت على البيت لقيتها مو محضره اكل ونايمه، تطلب اكل وبتاكل لحالك ولا بتروح عند امك وبتاكل لحالك؟ لا بطلب اكل. والله بالبركة هذا السؤال على فكره. هذا لازم الفقرة لقبل. بسيط. بسيط جدا. مش قوي. لا استنى دلاقيله سؤال تاني. لا اعطيني سؤال تاني حنين. صعب. خلينا نحشره. عن نوره. ايوة. قارب. هذا هو السؤال اللي بسأله لما بدي ازنق اي حدا. ان شاء الله قارب. وبي قارب.
في لا شو دخلك انت اسكت اكمل لك القصه في مرتي وفي امي وفي مين بتختار مثلا مثلا قارب فيه مرتك واختك خليني بلاش امه ما هو بقول لك ست الحب مين بتنقذ امك ولا اختك ولا مرتك بده يغرق انا اللي جاوبه كمان هذا السؤال اه لازم اجاوبه بعد ما يخلص عن جد اوكي بدون فلسفه انت لا 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 لانه اختي بالنسبه لا 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 طيب يلا الاقرب الي الاسهل اسهل بالانقاذ الاخف اظن اختك اخف لا الاسهل بالانقاذ مش شرط الاخف يمكن الاقرب يمكن يعني ما بتحط مجهود انك تنقذ الابعد اذا طبعا بيعزبك. انقذت الاقرب الاسهل يا اخي دايركت بنقذ الثاني وفكر حاله بالنقابات بسبح انت بالاطلسي برضه اكيد في اقرب يضل عليه اثنين الاقرب الاقرب الاسهل ابسط ما يا اخي هاي على يمينك وهاي على شمالك مين بتنقذ اللي على يميني اللي هي مرتك مرتي الله عليك كيف انا اضبطك انت تفلسف اشوف مين بتنقذ انا مرتي وبزت اختي احكي والله والله ما عنده اخوات طبعا ما عنده احنا عارفين لا عندك اخوات ولا عندك جاره فوق هاي طيب قديش النتيجه 20 ب 20 فاصل ونعود وصلنا هلا للفقره الاخيره من برنامجنا نص الثاني على شاشه عمان تي في ضمن هالفقره اكيد يا جماعه بدكم تحذروا بعض الكلمات هلا هون الستريم حاطه ميوزك عاليه كثير فهي مش سمعتنا محمد بدك تحذرها مجموعه من الكلمات مع 30 ثانيه لكل كلمه نبدا بالكلمه الاولى قحط لا لا علي صوتك علي صوتك قحط علي صوتك قحط ايوه قحط قحط عرفت والله منتي قليلة بابونج 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 كيف تعرف؟ بكل الأغاني صح؟ أوه. يا مش موقف انت دايما عندك شك كوشي 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 كو كو شي كو شي مو كو شي قول اي شيء طب هوشه حتى حتى ستوب قال ما حطوا كوشه بالعرس ليش اختي ما حطيتي كوشه عملتها لصاحباتي قال هيك موضع انه هيك بكونوا قاعدين الرهف بخطبتها كان فيها عم تستقبل معازيم مع الناس انه هم الكثير هي احنا على الهواء بنصور حبيبتي رهوف بموت اموت عليك شنكليش لا احكي احكي شنكليش شو نعم يا اخوي شو شاف والله شاف الغشاش خرفان لازم اتصل اسكتي شحبار صعبة طب يلا جربي شحبار صوبة ايوه قلت شحبار حبيت اللي هو التصوفي صومال ايوه ايوه يا اخي بديه بديه شحبار شو؟ شحبار صوبال؟ شو صوبال؟ في كلمة بالعالم اسمها صوبال؟ خلاص هش هش جسر جسر بصير اشرح لي اياها طيب؟ اشرح خليها تشرح ايه اشوف كيف بدها تشرحه مش عارفة اما هو ما انا عارفة هيك جسر جسر جي كأنه بردح لها إنه جسر جسر عيد عيد جسر شي جسر قال شي جسر ليش بتضحك هي جاي دورك جسر جسر هيك طب ما انت اساس درس هندسه جسر جسر مطب جسر ما مش عارف اسمع اسمع انسى خلص جسر جسر قال سمعتها؟ كان خالص الوقت
طب هات هات لا والله الخرفان ما هو جميل يلا كله على صفه قوموا لي انتم طيب هلا وصلنا مع الكابل الثاني الاستاذ ابي رح يحذر البونبون الحلوه بس شو الكلمه اول شيء كحتته لانه ما عرفت كيف اقرا يلا انت اذا بدك تستعمل التويلت احنا عندنا على فكره مش عارف ليه بضلني اعمل هيك موجود والله موجود يلا كمل كحتته لا وطي صوتك شوي ابي كحتته وطي صوتك كحتته كحتته تكتته ما هو الله الله صوتك بالله ما سمعت انا كحتته لا انت عادي تسمع من وراه شو قال وطي صوتك ابي ما تخليني اتصرف معك تصرف ما يعجبك شاكرية شوكولاتة صح وطعمينا شاكرية احكي لي عليت صوتي هلا ولا شو كنت تهمس يقطين يقطين مبروك عطيه اي عيني ميس ايوه جاهزه جاهزه صابون صابون لا صابون مش صابون لا 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 ليه نفسها اختها لا مش اختها بنت عمها بنت عمها ماشي أشوف أصليها ستي أشوف أصليها عكوب بق بلوك بلوك عكوب ليش بق حليب عكوب مش مش عارف عكوب ما هو العين والكاف مستحيل يقرأهم ليش إن شاء الله؟ ما رح يقرأهم سكتي حلقية كوفلية الحلقية صارت تعلمنا بالنسبة يلا كوفلية كو هاي نفسها ولا زي قبل؟ لا هاي واحدة ثانية اسمعي بس ليه إياها الكوفلية كوفلية البيبي بعدين بنلف البيبي بعدين بنحمي البيبي ايوه كوفلية ايوه برافو برافو وصلنا هلا الى النتيجه النهائيه بدنا نشوف انا ليش طلعت لفوق بدنا نشوف مين ربح معنا ريم محمد ولا أبي وميس ريم محمد جابوا 50 نقطة برافو أما ميس وأبي جابوا 70 نقطة هارد لك ولكن مشاركتكم معنا رائعة رائعة أنتم بتجننوا ما شاء الله عليكم أبي وميس ألف مبروك إن شاء الله كل حياتكم هيك بتضل بسعادة ووئام وانسجام كنت أنا معكم نادية الزعبي كل عام وأنتم بألف خير بحب أحكي لكم كل عام وأنتم بخير بكل حلقة حتى يعمل خير على الجميع بكرة إن شاء الله يتجدد لقائنا